التقى الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني مع الجنرال ساحر شمشاد ميرزا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في مقر قيادة الأركان في مدينة راولبندي على هامش زيارة سموه الرسمية لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة للمشاركة في احتفالات جمهورية باكستان الإسلامية بيوم باكستان. ولدى وصول سموه إلى مقر قيادة الجيش الباكستاني في مدينة راولبندي كان في مقدمة المستقبلين رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية وعدد من كبار القادة العسكريين الباكستانيين، حيث جرت مراسم استقبال رسمية لسموه وعزف السلام الوطني لمملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، ثم تفقد سموه ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه. ورحب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية بزيارة سمو رئيس الحرس الوطني إلى باكستان، والتي تأتي في إطار تطوير وتنمية العلاقات العسكرية بين مملكة البحرين وباكستان. وبهذه المناسبة أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها التعاون والتبادل العسكري بين الجانبين، وبدور الجيش الباكستاني في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وبحث الجانبان خلال اللقاء عددا من الأمور ذات الاهتمام، كما تم استعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة على مختلف الأصعدة، وبخاصة ما يتعلق منها بالمجال العسكري.